نار القلب تزيد. يا حبيبي يا 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 سيدنا النبي يا حضرة النبي يا نور من الرحمن يا عطية المنان على الوجود معجزة الله الكبرى سيدنا النبي ومعجزة حضرة النبي القرآن معجزة الله الكبرى على الوجود سيدنا النبي ومعجزة سيدنا النبي في الوجود القرآن فمن في الوجود يباهى جمالا دون أن يتجمل من حضرة صاحب العرفان الكل منك إلي الكل منك إلي فالكل عائد علي الكل منك إلي الكل عائد علي فأنت الذي أنت الذي بيك قد حييت وبدونك قد فنيت أنت الذي بيك قد حييت وبدونك قد فنيت فمن أنا ومن أكون دون حضرتك سيدنا النبي فمن أنا يا حبيبي ومن أكون في سر باء البسملة في سر باء البسملة لازما تعود عليه في سر باء البسملة لازما تعود عليه حضر الجمال سيدنا النبي أحمد جناب البيت حضر الجمال يا جمال جمال سيدنا النبي أحمد جناب البيت ربنا اللي قال ولقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين النور من؟ النور حضرة النبي والكتاب حضرة النبي طب حضرة النبي الكتاب لما نيجي نخش للكتاب لازم نخش للكتاب من حضرة صاحب الكتاب لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها فأنت هنا بتخبط على حضرة النبي بإيه؟ بالبسملة بتخبط على الباب بالبسملة والبسملة بدايتها نقطة مركز بيت نقطة البيت نقطة البيت بتاعت البسم بداية النجوم اللي هي القبضة النورانية من نور وجه رب البرية جل وعلا أنا عشان نخش ربنا بخش ربنا الأول بإيه بحضرة النبي طب أنا داخل بحضرة النبي بقى لازم نخبط طب الشهادة كلمة التوحيد من شقين لا إله إلا الله محمد رسول الله من شقين مقسومة نصين لا إله إلا الله محمد رسول الله طب البسملة من شقين بسم يا
بقيت لحضره النبي. الله الرحمن خصم ذاته ذاته. طب الرحيم حضره النبي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. يبقى باسم الرحيم حضره النبي الله الرحمن وحدني. عشان نخش جنابه صلى الله عليه وسلم بخش له بيه واستطعم بيه وتجمل بيه واستنير بيه. الوجود كله لو بصيت في كل الكائنات، كل الكائنات من عطاياه. سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما جمله ربه بذرة من نور جمال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. جمل ربنا سيدنا يوسف بذرة من نور. ونعم ده في النص. واعلموا وأن فيكم رسول الله ظاهر وباطن، وصوركم فأحسن صوركم. الصورة برضو محمد. يبقى كل الوجود وكل الكائنات وكل الخلائق بمين؟ بحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما زين الله به نبي الله سيدنا يوسف، سيدنا يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شغفه حب الظرف، القتل في حب الظرف، ذرة الجمال قتلته. حتى إخوة يوسف جاءوا لأبيهم بقميص عليه دم كذب وقالوا لأباهم يا أبانا لقد أكله الذئب ونحن عنه غافلون. صح، دخلت على أبوه سيدنا يعقوب، ما دخلتش على سيدنا يعقوب. وسيدنا يعقوب ابيضت عيناه من شدة البكاء لشغفه على أن يرى سيدنا يوسف. يبقى حب النبي عامل كل حاجة في الليل. فلما إخوة يوسف باعوه بثمن بخس دراهم معدودة وأخذوه إلى سوق النخاسة واشتراه عزيز مصر ليهادي زليخة زوجة العزيز جميلة الجميلات بهذا الولد الصغير الجميل. قال أنا هنجيبه وأهادي بمين؟ وأهادي بزليخة. فلما أخذت زليخة صغيرها وتربى في بيتها وصار شابا قتلها حب. فانشغفت زليخة، والشغف في الحب أي معناه الانقتال، الانقتال في الحب، الانهمار، شدة الانهمار في الحب. بص أشد حاجة في درجة الحب عشق، العشق له ناس عارفهم وعارفين العشق. اه والله عشق له ناس عارفينهم وعارفين. لما يدلل الباب يدير اموره بنغلقهم اساس معنوي من بحر الشؤم تب عينو لهم خمر صار كافي من دير الجمال الشربي. عاشق ومعشوق وجماله من مدلي
ما دام على بينا يدرك الدب ين مخمر خمر سكنا الصبح في العشق لهتع ين دا لولا قلب الملك في القلب كان العشق يجم منين لولا وضع الكمال ما كان فيه بيان ولا تبيين. في الأولى باعته زليخة لما شغفها حبه وراوغت فتاها عن نفسه وحصلت الحكاية دي وألقوا به في السجن وأمروا السجان أن يجلده فالسجان كان يعشق يوسف فكان يرمي صوته على الأرض ويصرخ يوسف كذبا ويصرخ يوسف كذبا فتأتي زليخة وتقول للجلاد أنت لم تجلد فقال لها وما يدريك إني لجالده قالت له أو ما تدري أن يوسف هو قلبي فإن مست الجلدة جسد يوسف كان أول من يتألم بها قلبي ولكن قلبي لن يهتز من جلدة وبذلك أنت لم تكن ليوسف جالدا. عشق ما حسيتش بألم الجلدة واللي هينجلد يوسف ما حسيتش بألم الجلدة فقالت بالله لم يجلد يوسف. لما جت فيه الحكاية ولموها نسوة المدينة على عشقها ليوسف فجمعت نسوة المدينة أكابر الأمراء والوزراء ونساؤه وأعدت لكل واحدة منهن متكأة والمتكأة يقولون أنها يا برتقالة يا تفاحة وجاءت لكل واحدة منهن بسكينة فقالت ليوسف يا يوسف أخرج عليها. لما رأينا يوسف سكن الجمل فيهم ما داروش ايه بقى في ذنوبهم. سكن الجمل فيهم ما داروش ايه بقى في ذنوبهم سافوا الطفاء وبالسكينة قطعوا أيدي جن فلما أشارت عليهم زليخة صرخوا وقالوا معاذ الله إن هذا إلا ملكا كريم. قال له ما انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ فقالت له الآية يا مساكين هذا الذي أنتم عليه لمتوني معذورة. طب زليخة عشقت وانشغفت في ذرة الجمال. اصحى يا عم بقى زليخة كل ده عشق ذرة من نور حضرة النبي. طب زليخة ولية من أولياء الله الصالحين وممنوحة الولاية من قبل ولادته وبها قد شغفها حب الذرة لما رأت كل الجمال عند تعبدها لما قالت إني أود أن أدخل في رب يوسف فاستنارت بنور النبي محمد صلى الله عليه وسلم كاملا شافت نور حضرة النبي
وجاءها يوسف يعرض عليها ويطلبها للزواج ويقول لا هذا أمر ربي. فقالت له يا يوسف شغفني حبك وأنت ذرة من نوري، شغفني حبك وأنت ذرة من نوري فكيف أرغبك بعدما تمليت بكل الجمال. شافت الكل، تمسك في الذرة ولا تمسك في الكل؟ في الكيكفة، تمسك في الكيكفة ككيكا كركرك ككيك كلاكم على كيهك كد كراكك في كسكد درك ركراب كم على كلف كيف بهاء الأم كيكاك في مجنون أمر به الصليط محبتك وبنور أحمد ليس في الوجود سواك. يا أحمد ده حضرة النبي مع سيدنا يوسف. طب سيدنا آدم سيد الشيخ عبد المعبود رضي الله عنه كان بيقول لنا زمان إذا كان آدم أبو البشر أمال أبو آدم يطلع مين؟ وإذا كان السجود لآدم يا ترى السجود للنور ولا السجود للطين؟ من السيد عبد المعبود كان بيقول كده. يا ترى السجود كان لآدم لما كان السجود لآدم يا ترى السجود ده لمين؟ يا ترى السجود كان للنور ولا السجود للطين؟ إبليس يا إيمون إبليس بيقولهم أبه، بيقولهم إن إبليس أبه أن يسجدوا لآدم. بصوا بقى يا سيادنا عشان خاطر الحكاية غايبة عننا، اقعدوا بالصلاة على النبي. انتوا مستعجلين؟ مستعجلين الصبح نقوم نخبط يا عيني. صلوا على يا ترى السجود ده لمين؟ السجود لما كان السجود لآدم السجود كان للنور ولا السجود للطين؟ لا السجود كان للنور. طب إبليس أبى، الأمر هنا إيه يا سيادنا؟ وانتوا آل عين ربنا يديكم الصحة، السجود هنا أمر للملائكة، أمر للملائكة عشان خاطر ما تغفلش عن حقائق. وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا. طب هو إبليس كان من الملائكة؟ طبعا لا، ما كان إبليس إلا نفر من الجن، ما كان إبليس إلا إيه؟ إلا نفر من الجن. والأمر نوران، وإبليس نار، والأمر هنا للنورانيين، فالنورانيين لبوا أمر الجلال فسجد. وكان هناك تنبيه إن فيكم واحد مش هيرجع، فيكم واحد مش هيرجع. طب إبليس كان جزء من اللحظة، كان جزء من اللحظة عشان يشوف مين اللي مش ايه، مين اللي مش هيسجد لابونا آدم. لقى نفسه هو اللي وقع، فبيسرع عشان يلبي امر الجلال، بيسرع عشان يلبي امر الجلال. فجاءت عين إبليس على جبين أبونا آدم، وكان في جبين أبونا آدم قطعة نورانية. الله حضرة الحب اتعالج ايه؟ اتعالج ايه؟ عاوز نطلع بحسن طبعا النبي قال نحن آدم، عاوز نطلع بالنبي النبطان صلى الله عليه وسلم. والله العظيم عاوز نطلع بالنبي ابن بطوان. اللهم صل عليه، اللهم صل عليه. والله العظيم اللهم صل عليه، عاوز نطلع بالنبي. ولو كربنا اكرمني في اخواتي واكرمني باخواتي لنطلع بالنبي. لاننا هنقول لكم حاجه يا اخواتي، المداح مننا
أرض بور. نعم سيدي نعم نعم. أرض بور. أي مداح أرض بور. مش أنا وبس. كل المداحين أرض بور. ففلاحة المداح في المحبين. أرواحكم هي اللي بتزرع الزرع. هي اللي بتطهر الأرض البور. هي اللي بترمي البذرة فيها. هي اللي بتخرج ما فيها. فأنا بيكم ناحية. بدونكم ما ناحية. عاوز نروح بالنبي عمري ما هنروح بالنبي غير بيكم. عمري ما نروح بالنبي غير بيكم. لأن أنا الأرض البور. أنا جاي نتكمل منكم. أنا جاي نتكمل منكم. ممكن إنسان يبقى واقف لا بيتكلم ولا بيتحرك. وعين المادح تيجي عليه. وعين المادح تيجي عليه. ويكون فيها البس. ويكون فيها البس من نظر. من نظر. لأن نظرة تشبع. نظرة تطهر. نظرة تنظف. نظرة ترقي. نظرة تعلي. نظرة تغلي. نظرة تعمل كل حاجة طيبة بالنظر. فأنا أنا إيه أنا ولا حاجة. أنا بيكم. فنظر إبليس جاء على جبين أبونا آدم. فانشغل بنور النبي في جبين أبونا آدم فاستكبر على تلبية أمر الجلال. فاستكبر على تلبية أمر الجلال. فلما قال له ربي خلقتني من نار. اللي هو عاوز الرخصة اللي هو عاوز يعدي بيها. الرخصة اللي هو عاوز يعدي بيها. قال له ربي خلقتني من نار وخلقته من طين. طب اخرج بقى. اخرج بقى. اخرج منها فإنك رجيم وعليك اللعنة إلى يوم القيامة. يبقى أخذ الرخصة من ربنا وقال ربي ضرني إلى يوم يبعثون سأغوينهم جمعا إلا عبادك منهم المخلصون. ساب المخلصين. مش راح لسيدنا الإمام الشافعي عم محمود وسيدنا الإمام الشافعي قال له اخصى يا لعين. ما راحش لحضرة النبي محمد. ما راحش لسيدنا موسى على جبل الطور وقال له اخصى يا لعين. فقال له يا موسى ما دمت قد عرفتني فسلي ربك. فسلي ربك. هل لي عنده من توبة؟ فنظر موسى ربه. قال اسجد. وقال له يا رب. اي نعم. وقال له يا رب اهل عبدك ابليس من توبة؟ قال له نعم يا موسى. قال له وما توبة عبدك ابليس يا رب؟ قال أن يسجد لآدم. فقال له أن يسجد لآدم؟ قال له نعم يا موسى. فالتفت موسى لإبليس. قال له أبشر يا إبليس. أبشر يا إبليس. أبشر يا إبليس. فقال له ماذا يا موسى؟ قال له الله يأمرك بأن لك توبة. الله يقول أن لك توبة. فقال له وما توبتي يا إبليس؟ قال له أن تسجد لآدم. فيرد إبليس على موسى ويقول له يا موسى أبيت السجود لآدم وفيه القبضة النورانية من كان لها السجود. اصحى وكان عالم. أبيت السجود لآدم وكان في جبينه القبضة النورانية من كان لها السجود فكيف أسجد الآن لآدم وآدم صلصال من الطين. يبقى الحكاية كلها في مين؟ في حضرة النبي. بدون حضرة النبي ما فيش أي حاجة. حضرة النبي هو كل شيء. حضرة النبي أساس كل شيء.
حضره النبي الحب. القلوب القلوب ما بين اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. عاوز ايمن يحب اخوه فلان حب حب، يبقى ربنا اللي بايه اللي بيحبب، هو اللي بيقلب الحب، هو اللي بيعمل الحب. فاتبعوني يحببكم، فاتبعوني يحببكم. بيتبع مين؟ حضرة النبي. نزل ديوان النبي والحب في وارد ازاي انظم وانا بمدح حضرة الوارد. كمن تدلي بها نطا الكن فيها. اللهم دمت على بابهم تسكر بعلم نداء. اللي الجواب الجواب حلو في النبي الجب جواه. اللي الجواب بالهوى حلو بالنبي الجب جواه. طب قلبي الولد سكن الجمل جم يواب مدام على بيبابة ينطق يقول أمر الله تسكنوا مراسم جمال وتبقى أم الرئيسة جموة. يلا خبطوا عد حلو كده، يلا خبط يا عيد. استرنا واستركوا ربنا يا رب. فين عم الشيخ وسيم امام؟ تتكسكس ليه؟ انت فيك سناس، انت فيك سناس تتكسكس ليه يا وسيم؟ بس كان حاضر تستنك وجعك بالسلسال خلاص. لا ما فيش الله. Thank you.
نصيبي والله وماما في الدير
حلوة تنيني خديني بغيني سري بتقيني أنا العين يا أبا الزين